طيب انا بحب الحار بصراحه. شو رايك هيك بس يعني نص جرام؟ نص جرام؟ نص جرام. واحد سي سي؟ لا سي سي لا سي سي بالحليب خلينا حزين هون جرامات جد؟ يلا ذوق هنشوف، ذوق هنشوف، احكي لنا شو رايك. مالك؟ تعال. ليش تعمل هيك في يا شيخ؟ مش حار كثير صح؟ لا ابدا. انا حاسك صرت زي دراجون عم بتطلع نار انا ناقصك تجيب كاسة مي. طيب يلا روح. الله يسامحك يا شيخ. قول لي انت يعني احكي لي بتحبش الحر. انا حاسك بطلت اعرف وين تحط المي. اي مي هون صحيح؟ المي غاد يعني المي غاد. شيف خمسيني. أيوة. يؤذي مذيع ثلاثين. صار برتقالي. والله صرت زي التنين، عرفت التنين هذا اللي شوبت عم بارك عم بارك. والله بصير نطلع فاصل. لا فيش فواصل هسه ما في.